الجميع في احد الجامعات الدينيه في يوم من الايام اللي نعتز فيها باستضافه شخصيه كبيره في رحاب هذه الجامعه. يسعدنا اولا ان نرحب بسعاده الدكتور طلال ابو غزاله واصحاب المعالي والسعاده، وندعو عطوفه الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه للقاء المتقدمين. الأخ العزيز القامة الوطنية كبيرة التي نعتز بها السيد طلال أبو غزاله، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الزميلات الزملاء أرى برضو أحبة الطلبة هنا، احترام جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في منبر وطني الجامعة الأردنية التي تعطى أسماء كثيرة، منها خزان الفكر، ومنها أم الجامعات، ومنها أول جامعة، ومنها هاي التسميات الكثيرة التي كنت أتحدث قبل قليل أن قصد منها أن تكون أولاً مركزاً تنويرياً ثقافياً تعنى بالتدريس والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأرى في هذه منذ تأسيسها ونحن نسمع ونرى شيء يوازيها ويتميز بمجالات عديدة، وهي اسم طلال أبو غزاله بكل تفرعاته وكل مفرداته التي حقيقة أضافت لمسيرة الوطن. ولا أتواضع عندما أقول حتى مسيرة أمة، في أنه استطاع أن يجسد شيء نفتقده في عالمنا العربي وهو القدوة، أن يكون قدوة في الاقتصاد، قدوة في التعليم، قدوة في التنمية، قدوة في كل ما يحتاجه المجتمع. كل هذا نجده اليوم إضافة نوعية جديدة نرحب بها بشدة، ومن من قلوبنا أن يكون معنا محاضرا ومحاورا ومشاركا لهذا الصرح الوطني. لا أخفي سعادتي أنني كم فرحت وكم كنت سعيدا عندما طرح موضوع هذا اللقاء، وبالحضور الدكتورة هديل التي دكتورة هديل ياسين اللي هي رئيسة دار العلاقات أو وحدة العلاقات الدولية التي كان لها الدور في هذا المجال. ونحن نعرف أن لا يمكن بكلمة ترحيبية أو بكلمات للترحيب أن نذكر إلا نقاط بسيطة خليني أسميها عن القمم التي وقف عليها سعادة أخونا طلال أبو غزاله. ولكن كل ما يهمني هنا أن هناك قدوة يمكن للتعليم ويمكن للصناعة والتجارة والاقتصاد وكل مناحي الحياة أن تتعلم من هذا المشروع الوطني الحضاري الذي يقوده سعادة أخونا طلال أبو غزاله. اهتمامات سأتركها لسعادته، ولكن عندي الصفحة مليئة بالمحطات التي خدم فيها هذا الوطن وخدم فيها هذه الأمة. سأتركها لمحاورنا وزميلنا الدكتور أشرف ليمر عليها إن شاء الله أثناء الحوار، وحتى نستفيد أن يكون الوقت مفيدا بأن نستمع منه لا أن نسمعه،
أترك المجال الآن لنبدأ هذا اللقاء الخير الطيب. ومهما حاولت من إدخال كلمات قد تقصر أمام عنوان إنجاز في هذا الوطن سعادة الدكتور طلال أبو غزالي. أهلا وسهلا بك في الجامعة الأردنية، أسرة الجامعة، طلابا وأعضاء التدريس وعاملين، ترحب بك وبمن حضر معك، فأهلا وسهلا وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير. يا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستاذ الدكتور رئيس الجامعه على التقديم. اذا بسمح لنا سعاده الدكتور، المعرف لا يعرف، والدكتور قصه نجاح انا اتمنى انه بيوم من الايام تكون مصدر الهام لطلابنا لابنائنا في الجامعه الاردنيه. دكتور من يافا الى عمان، ومن يافا الى العالم، الى بيروت، الى دراسه للدراسه في الجامعه الامريكيه في بيروت، وعدت في الها كخريج متميز في 2016. رجل فكر في 1972 في انشاء شركه للملكيه الفكريه، في الاستثمار في الملكيه الفكريه، في وقت كان في جزء كبير من عالمنا العربي لا يعلم ما هي في كونسبتس او مفاهيم الملكيه الفكريه. الى الان بنحكي عن اكثر من 100 فرع في 100 دوله او اكثر. الى وسام الاستقلال، الى ذكريات في العمل العام، الى استقاله من مجلس الاعيان، اتمنى ان تعرج عليها في جزء منها، الى معهد. كان الفكره في الدكتور طلال انه كان طول الوقت عم يفكر لقدام، فاليوم احنا موضوعنا عن جد لقدام. لما فكر يعمل معهد للغه الصينيه في الاردن، كانت شيء عظيم وشيء جديد، فاتمنى ان تعرج عليها ايضا قبل ان نبدا في موضوع الثوره الصناعيه الرابعه. انا لي قصه قصيره مع الدكتور طلال. فانا بحضر في ندوه في مؤتمر، فقاعدين كان رئيس، لا مش رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء وثلاث وزراء، بعدين ذكرته فيها في السفارة الفرنسية في عمان. فقاعدين ثلاث وزراء، فكان عنده الجرأة انه ينتقدهم كلهم، اكشلي مش انتقدهم، يعني خلينا نحكي خطأهم جميعا. فعنده جرأة في قول الحق وفي قول الحقيقة امام المسؤولين كانت دائما مفاجئة. والى الان عنده آراءه التي تثار حولها الكثير من الجدل، لكن دائما بصدر رحب، ودائما كان يسمع، ودائما كان عنده رأيه القوي والجريء. أنا السي في تبعت الدكتور طلال ترى 26 صفحة، بديش أقرأها يا شباب، يعني فأتمنى إنه نعرج على جزء من هذه المحطات قبل أن نبدأ ونحكي الدكتور طلال أبو غزالة ليش اليوم وخلال الفترة الماضية عم بيحكي عن تغييرات كبيرة في وثورة صناعية رابعة، وما هي الثورة الصناعية الرابعة التي يراها، كيف يمكن أن نواجهها، كيف يمكن أن نستفيد منها، كيف يمكن لنا في الجامعات كمان أن نركب هذه الموجة ونعظم العائد منها. دكتور طلال شرفتنا، نتمنى أن نسمع منك الآن. من هون ولا من هنا؟ كما ترى. أنت كيف تأمر؟ زي ما بدك أنت، إحنا كلنا هنا اليوم أنا ماتي. هنا ملكك، أنت أمري. قرارك، إحنا بدنا بس بعد كلمتك بدنا نفتح شوية مجال، لأنه في شباب كثار بيحبوا يسمعوا منك، لأنه هاي بنعتقد إن شاء الله فرصة. حاضر. طيب. خليني أبدأ من الآخر. تفضل. بدل ما أبدأ من الأول. أولاً أن اليوم يعني يوم سعيد، يوم تاريخي بالنسبة لي، ما في لزوم أن أثني على هذه الجامعة، هاي بعض الألقاب اللي أعطيت لها كأم الجامعات وك قائدة الجامعات وكبرى الجامعات، كما كنت مع معالي الرئيس الدكتور عبد الكريم لقدا، بأن هي مركز تنوير في رسالتها في المشن تبع الجامعة، مركز تنوير
وأنا هذا رسالتي وحياتي كلها التنوير. يمكن المشكلة اللي بتصير معي مع في أغلب الأحيان أن مرات الحقيقة ما بحبها ولا معلق على مكتبي. كلما ابتعد أي مجتمع سواء تعليمي أو حكومي أو دولة الأخري عن الحقيقة كلما زاد كرها لمن يقول هالحقيقة. أنا هذا ما بقلق لي أبدا أي كره، لأني كما قال أرسطوتل أنا أحب سقراط ولكنني أحب الحقيقة أكثر من سقراط، ودائما أؤمن بأن الحقيقة بالنهاية تنتصر، واللي بزعل مني لما أقول الحقيقة برضى بعدين. وهكذا حصل مع رئيس الوزراء والوزراء أنه كانوا سعداء وراضين بالنهاية طبعا ما زعلوش مني الحمد لله. فأنا بهذا المركز للتنوير رسالتي تختلف، وما أود أن أقوله يختلف عن ما أقوله عادة في اللقاءات في الجامعات والمدارس. أنا بدي أقول أنه هنا، وأنا أتمنى على أستاذنا الكبير سعادة رئيس الجامعة معالي رئيس الجامعة أنه نريد أن نترجم ما أوضحه لي اليوم بأن هذه الجامعة هي منبر للتنوير. يعني لم تعد رسالة هذه الجامعة أنه تخرج خريجين. أنا أول مبارح بالضبط، أنا جيت مبارح من السفر، أول مبارح كنت في الجامعة الأمريكية في بيروت ألقي كلمة عنوانها على الجامعات أن تتوقف عن تخريج باحثين عن العمل يحملوا شهادات ليبحثوا عن العمل. أنا واحد من نتاج هذه الجامعات اللي تخرج ليبحث عن العمل، وحقيقة كنت مضطر أني أبحث عن عمل. فكيف بدي أبحث عن عمل إذا ما معي شهادة عمل يعطيني دخل أصرف على عائلتي والدي ووالدتي الكبار في السن؟ فكنت مضطر أن أتفوق وأحصل على شهادة بالتفوق من الجامعة الأمريكية في بيروت، باعتباري أصلا عندما دخلتها بمنحة وحيدة، كان في منحة واحدة لشخص واحد على أن يكون الأول على لبنان. وهنا يأتي عنصر المعاناة، الشباب اللي بيحسوا أنهم بيعانوا مظلومين أشكروا ربكم. إذا كنت أنا مضطر إذا بدي أدخل الجامعة أن أكون الأول على لبنان، هي معاناة أم نعمة؟ هل معاناة أنك تجبر حالك أن تصبح الأول وتحصل على منحة كاملة؟ مش معاناة، هي نعمة. فأنا بحب أغير مفهومنا. نحن دائما نظن أن من يعاني هو مظلوم أو تعيس، وهنا أيضا رأيي أنا في الدنيا أن التعاسة والسعادة قرار، ما في حدا بيخلق لا سعيد ولا تعيس. أنت تقرر في خلال لحظة واحدة أنا أريد أن أكون إنسان سعيد وإنسان ناجح، تصبح سعيد وناجح. عندما خرجت لاجئا كان قراري أني أريد أن أكون صاحب رسالة. ما هي رسالتي حتى أنا أحكي لكم بصراحة؟ ما كان رسالتي أني بدي أطلع أتخرج بامتياز، مع أني تخرجت من الجامعة الأمريكية with honors and high distinction، بس ما كانش هذا هدفي. كان هدفي أن أخرج للدنيا لأثبت للعالم أن الإنسان الفلسطيني والإنسان العربي متفوق على عدوه الصهيوني اللي طرده من بلده. والله العظيم وأنا أقسم بالله، وأنا عمري 10 سنين عندما طرد كنت أفكر كيف أنتقم من هذا العدو. ممكن تصبح مناضل، ممكن تصبح حزبي، ممكن تصبح فدائي، أي شيء، ممكن تصبح محبط، ممكن أي شيء. أنا قررت لا، أنا بدي أثبت للعالم أني أنا متفوق على هذا العدو. وأنا هنا بالمناسبة بدي أطلب منكم اللي عنده وقت بده يتسلى يشتغل على الإنترنت، لقي لي واحد من عدوي أي صهيوني يتفوق علي حتى أنا أعرف أني ما حققت الرسالة حتى الآن أو حققتها. روتشيلد لا روتشيلد حرام عليك، وين روتشيلد؟ لا روتشيلد أصلا أنا تذكرتيني بروتشيلد.
رشاد ما هو تفوق علي؟ بإيش؟ بالفلوس؟ لا أنا ما عم بتكلم عن الفلوس، أنا بقول هل أخذ مناصب اللي أنا أخذتها في الأمم المتحدة في المنظمات الدولية؟ هل حصل على الأوسم اللي أنا حصلت عليها؟ هل حصل على شهادات التقدير؟ هل أسس مؤسسة بحجم مؤسستي ومجموعتي اللي هي أكبر مجموعة في الدنيا؟ أشكرك إنك ذكرت روتشايلد، وأنا وروتشايلد، أنا وروتشايلد ابن روتشايلد بالذات، أنا كان كرمني جلالة الملك الحسين في يوم من الأيام أن أكون جزءاً من الحوار بين الأديان في لندن، وكنت أنا مع الجانب المسلم اللي هم 15 شخص و15 مسيحي و15 يهودي، وكان روتشايلد يمثل الجانب اليهودي ويرأس ال15 اليهودي. اجتمع هذا المؤتمر في وينسر بالاس اللي هو قصر الملكي، حتى أنا لما دخلوني على سجلوني في القصر لأنام قالوا لي هذا الشباك ما تفتحه لأنه بطل على غرفة جلالة الملك، غرفة نومها، يعني مع أنه الموضوع مش مغري كتير بس بس حبوا يلفتوا نظري أنه مش ضروري ضروري تتفرج عليها وهي نايمة. المهم خرج المؤتمر بقرار واحد صاغه طلال أبو غزالة واحد، وهو ميثاق للسلوك المهني مبني على الأديان الثلاثة. كيف اتفقت الأديان الثلاثة على السلوك في الأعمال وفي المهن؟ Code of Ethics in Business. وكنت أنا الوحيد الذي كرم بنهاية هذا المؤتمر. إيفرين روتشايلد حطوا أدرسوا أنتوا يا صبايا ويا شباب، حطوا إيفرين روتشايلد مدام ذكرته، وحطوا طلال أبو غزالة وحطوا بلس وماينس وعملوا مقارنة، هتقولي مين يتفوق على الثاني في كل شيء، مش بتقولي اللي بالفلوس، لا أنا مش معيار الفلوس، أنا مش أغنى واحد ولا أنا غني إطلاقا، ولكن أعطيني في المنجزات في الكفاءات في ما قدمه للبشرية. أنا الآن مثلا على مجلس انتخب للأمم المتحدة اللي هو اسمه The High Level Advisory Board on Social Impact، ما هو الأثر الاجتماعي للقرارات الاقتصادية في الدنيا. للمرة الأولى الأمم المتحدة بدأت تفكر مش بمعايير اقتصادية وأثرها على الدول وعلى الاقتصاد والناتج القومي، ما هو الأثر على الإنسان. وانتخب لهذا المجلس، انتخب لهذا الغرض مجلس عالي المستوى بسموه، وما فيهوش ولا واحد من أعدائنا، ما في إلا أنا للعلم. وأعطيك قصص كثيرة جدا، أدخلي أحسن على موقعنا وأدرسي وأعملي لي تقرير وأعطيني قديش أنا بأخذ علامات عن 10 وقديش بياخذ ابن روتشايلد. أوكي أنا سعيد بهذا الاستفزاز لأنه الاستفزاز استفزاز إيجابي، وهذه بنت من بناتي معلش مبسوط فيها لأنها تستفزني. الآن نرجع إلى موضوعنا. أنا بدي أقول شباب إحنا فعلا قادمين، وخليني أبدأ من الآخر مشان مثل ما قلت، قادمين على أزمة اقتصادية عالمية خانقة السنة الجاية، مش في المستقبل، السنة الجاية 2020 سيصبح هنالك ما يسمى stagflation، أي مزيج بين stagnation لمن يدرس اقتصاد والinflation، وهو أسوأ مزيج، يعني يصبح في كساد، بطالة، بضائع مكدسة، ما في حد يشتري إلى آخره، وبنفس الوقت ارتفاع في الأسعار. هذا stagflation سيبدأ ضرب الدول الغربية ابتداء من أمريكا طبعا كلها، وطبعا أثره رح ينتقل على كل العالم. أيضا هذا الرجل هنا يتوقع، وإحنا كنا عم نحكي متفقين أنا ومعالي رئيس الجامعة، أن مشكلتنا بأنه إحنا لا نستقرئ المستقبل، وأنا بنظري هذا موضوع يعني مؤسف في أمتنا، أنه بنعيش الحاضر بس بنفكرش وين حنكون بعد 20 سنة. وأنا عمري 10 سنين كنت أرسم أين سأكون اليوم، والله ما عم ببالغ، شو بدي أكون أنا ووين بدي أكون. ولذلك بدأت رسالتي، ويوم من الأيام في 21 نوفمبر 2001
2001 أي شهرين بعد سبتمبر 11 حادثة الورلد تريد. دعانا كوفي عنان وكنا مجموعة من 52 شخص، 32 واحد يمثلوا الحكومات أمريكا وغيرها، والآخرين يمثلوا الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، الورد بانك إلى آخره، وثمانية من القطاع التقنية المعلومات في العالم أنا أحدهم. وأنا بهذه المناسبة انتخبت لي في هذا الفريق اللي كان اسمه UNICT Task Force، فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات، اللي وضع سياسة كل ما تستعملوه اللابتوب والآيفون وكل هاي الشغلات. كنا نحن هذا الفريق كان مسؤوليته أن يرسم سياسات استراتيجية لها. انتخبت فريق بهذا العضو في الفريق. قال بدنا 8 أشخاص مجلس إدارة، انتخبت من ضمن 8 أشخاص. قال بدنا رئيس، انتخبت رئيس. طلبت الكلام، قلت كلمة سطر واحد: أشكركم على انتخابكم لي يا أيها العالم اللي تمثلوا العالم رئيسا عليكم، رغم علمكم بأنني فلسطيني أردني عربي مسلم. شو المقصود؟ المقصود أنه في عداك العام 2001 كان الكلام أن الإرهاب كله فلسطيني وأردني وعربي ومسلم. صفنوا بعض، كيف انتخبنا واحد إرهابي في كل التهم؟ أنا عربي وأردني ومسلم وعربي، كل التهم موجودة فيه، وانتخبناه رئيس علينا. سكوت، صمت. أصيبوا بصدمة أنه شو الجملة هاي بعد ما انتخبناه؟ ما قالها قبل ما ننتخبه. وبدأ السفير الأمريكي يصفق، وكان اسمه ديفيد جروس، وبدأت القاعة تصفق. كنت أريد أن أحقق حلم بأنني أنتصر على عدوي، ولم يكن في الفريق ولا واحد من عدوي. ستي فبالتالي نحن أريد أن أقول للشباب والصبايا، كل واحد فيكم بإمكانه أن يكون، وما قالوا عني سعادة رئيس جامعة وما لا أستحقه، كل واحد فيكم يستطيع يكون أحسن من طلال أبو غزالة. ليش؟ لأن ظروفكم أحسن مني. ما حدا يقول طلال أبو غزالة ظروفه كانت منيحة. أنا ظروفي كنت أمشي 4 ساعات على المدرسة، ساعتين ذهابا وساعتين إيابا، في المطر في الحر أطلع من بيتي 5 الصبح لأمشي، والحمد لله. يمكن هذا السبب اني انا لهلا عمري 81 سنه بابريل بكون بقدر امشي وبكل نشاطي. ما بتلحقوا علي زملائي. فانا الان اشعر بان المعاناه اللي عانيتها كانت نعمه. انتم الله يساعدكم قاعدين منعمين، بتقول والله عم نركب بص ولا ما تاخرت علي السياره ولا عم بمشي. معلش الله يكون بعونكم، لأنه ظروفكم سيئة في نظري، المرتاح فيكم ظروفه سيئة. أنا أقول أن النعمة في أن تواجه هذه المشاكل، وبالتالي تتعلم نظرية عندي أن الراحة مضرة بالصحة. اللي بيقول لك ارتاح بكون بده يؤذيك، اللي بيقول لك ريح فكرك بكون عم بيسيء لك. شو ريح فكرك؟ طب ليش ما بتريح قلبك؟ من القلب بيشتغل 24 ساعة وبضل يضخ، إذا ريحته بتموت. ليش بس مخك بدك تريح؟ ما في شيء اسمه ريح. الراحة مضرة للصحة، مش عم ببالغ. أنا أشتغل 7 أيام بالأسبوع للآن بدوام كامل، ويا ريت النهار أطول من هيك، مش عم بلحق. كما زملائي بيعرفوا بلحقوش علي للأسف. فأنا بقول إحنا نحتاج إلى أن ندرك انه عندك ظروف انا ما كانت عندي، وهي انك خلقت في عصر المعرفة، وهذا اللي انا بدي احكي عنه الان. انا انتجت كتاب واتمنى ان يصبح موجود هنا باي كمية تطلبوها. امنته موجود، اسمه عالم معرفي متوقف، يعني سريع التحول. سندخل في الثورة الصناعية الرابعة،
الآن دخلناه لسه في بدايتها نحن. الثورة الصناعية الرابعة كما ستقرأوا في هذا الكتاب أترجاكم تقرأوا، لأنه ما سيحدد مستقبلك أن تفهم مستقبلك، مستقبل العالم الذي تعيش فيه، مستقبل الظروف التي ستكون أمامك. لذلك أقول أرجوكم أن تقرأوا هذا الكتاب، وهو موجود مجاني مش للبيع، هو لنشر المعرفة. في هذا الكتاب أتوقع أننا سندخل في عالم جديد سيصبح فيه الإنسان والأشياء محيط واحد، مجتمع واحد. يعني نحن هنحكي مع الماكينات، ومع الماكينات معناها كل شيء، الباب ماكينة، الميكروفون ماكينة. يعني أنا مثلا لما عادة واحد بيحرك راسه الميكروفون بروح الصوت، لا في المستقبل هذا مش ما حيكون مشكلة، لأنه الميكروفون ذكي هيحرك حاله معك كما يجب، والباب ذكي والكهرباء ذكية. والآن في بنيات في أمستردام مبنى ذكي كل ما فيه يتحرك بالارتفيشال انتليجنس، وما سيغير العالم والإنسان وجسمنا. وإحنا نتكلم برئيس طبيب، الجسم بقدراته، العقل بطاقته سيتغير بحكم تقنيات الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، وهذا موجود شرح عنه في الكتاب. سيصبح عقل الإنسان قادر على أن يحتوي ما في الكمبيوتر من معلومات، يعني ملايين المعلومات. العقل أي واحد فينا لا يمكن أن يستوعب أكثر من كمية معينة من المعلومات، سيصبح عقلنا بقدرة الكمبيوتر، وتصبح الكمبيوتر بقدرة عقلنا في التفكير والتحليل واتخاذ القرار. سيصبح الأدوات ذكية، أي أن تتصرف من نفسها. طبعا هنالك مخاطر كبيرة، وأنا كنت في أنا أرأس الآن المجلس، مجلس الإبداع العسكري الأردني بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية، وكنت ألقي كلمة فيها مؤتمر بهذا المجال في دبي، قلت إنه يوم من الأيام اللي إحنا الأسلحة اللي بنسميها ذكية ستقرر قرارات غير اللي إحنا علمناها إياها، لأن الذكاء اللي أنا حطيته في الماكينة سيطور نفسه ليتخذ قراراته هو. يعني يصير السلاح اللي أنت عامله ليعمل عمل معين ينقلب عليك، في خوف من يوم من الأيام أن الروبوت في العالم ستحكم العالم، ستحكمنا. ولذلك في فريق في جامعة إكسفورد اسمه الترمينيتر يدرس كيف نمنع الروبوت من أن يسيطروا على العالم. هذا الكلام كله موجود مخاوف، ولكن كله له حلول. مثل أول ما اخترعت السيارة ما كانش في بريك، بعدين عملوا لها بريك. ما كانش في سيارة تعمل سنسر يكون في نوع من الذكاء الاصطناعي، عملنا له إياه. يعني هنالك حلول لكل هذه المشاكل. بس العالم اللي عم نحكي عنه، يعني باختصار، خلال 30 سنة من سيكون موجودا سينظر إلى يومنا هذا بأنه العصر الحجري. احنا بنظن انه شيء عظيم، عندنا تابلتس وايفونز وتقنيات اتصال وعظمة، ولا شيء. احنا في العصر الحجري، في ثورة المعرفة. نحن الآن في العصر الحجري الذي سننتقل منه إلى عصر المعرفة. هذا الآن المشكلة، الآن انه مسيرة عصر المعرفة ومسيرة الأزمة الاقتصادية مرتبطين، وهنالك سباق وصراع أمريكي صيني على التفوق التقني. الحرب بين أمريكا والصين مش تجارة ولا رسوم جمركية ولا كلام فاضي. المعركة من سيحكم العالم تقنيا، لأن مستقبل العالم في ظل ثورة المعرفة التفوق فيه والقيادة فيه للمتفوق تقنيا. وأمريكا تدرك أن الصين أصبحت متفوقة عليها في أغلب المجالات، عم بحكي تقنية معلومات واتصالات. عندك إنترنت اخترعتيها يا أمريكا، الصين تشكل 25% من مستخدمي الإنترنت، بينما أمريكا 9%. هذا واحد. ولكن بالجهة الثانية الصين اخترعت إنترنت أفضل من الإنترنت الأمريكية، تستعمل داخليا باللغة الصينية، وتجهز نفسها لتطلقها لتصبح بديل للإنترنت اللي أنت عم تستعمليه. هذا شيء مخيف، لأنه أمريكا
من أهم ما تملكه واللي قيمته لا تقيم بمليارات، مشو مليارات، تريليونات، ما بقدر أعطي رقم قديش تسوى، وعنا إحنا أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا، ما بقدر أحط رقم على الإنترنت شو قيمتها كأسد، كإنتلكتشوال بروبرتي أسد، تريليونز، هندردز أوف تريليونز. فجأة تطلع إنترنت تانية. تخيل أن كل ما أنتج من تقنية في أمريكا الآن له بديل صيني، هذا ما كانش موجود الوضع أبدا. فجأة صحيت، وللأسف أنه صحيت فجأة أمريكا، بينما أنا في سنة 1985 ما كانش طبعا حدا منكم مولود، حضرت ندوة في ناشنال ساينس أكاديمي دكتور، كان موضوعها أين ستكون أمريكا في عام 2020. عم تبحث أمريكا أين ستكون أمريكا 85، تبحث 2020، مش 95 ولا 2005، 2020. وصلوا إلى 3 نتائج: الصين ستصبح القوة الاقتصادية الأعظم، طبعا اللي حصل إنه أصبحت القوة التقنية الأعظم وهو أكثر من التفوق الاقتصادي. التفوق التقني أهم في عصر في ثورة المعرفة من التفوق الاقتصادي، وإن كانت هي الآن ماشية في منافسة سريعة من سيتفوق اقتصاديا. 2، المتفوق اقتصاديا هو المتفوق في كل شيء، معناته السلطة والقيادة للعالم سياسيا وعسكريا ستكون للصين، لأنه الأقوى اقتصادي، وتجربة الاتحاد السوفيتي كان أعظم قوة عسكرية وانهار لأنه لم يكن قوة اقتصادية. فهذا القرار الثاني. الثالث، وأنا أتذكر هذا الكلام اليوم وأنا أسمع مراكز الأبحاث الأمريكية مش أنا، تقول أن بسبب الوضع هذا التنافسي سيصنع أنا أم يوزنج ترمينولوجي الأمريكية، ترامب will manufacture a war، واللي هي الحرب العالمية الثالثة، ليوقف هذا الوضع. العالم يقاد بالحروب لأن الحروب ينتج عنها اتفاقيات، هكذا النظرية العالمية وهكذا نظرية ترامب. كل حرب تنتهي باتفاقيات، ما في حرب في الدنيا وقفت بدون اتفاقيات، سواء كانت حرب محلية أو إقليمية أو عالمية. فترامب يعتقد أنه إذا عمل حرب بيجلس مع الصين ليضع سياسة هو الصين، يوقف تقدم الصين عليه ويجعلهم الفريقان اللذين يقودان العالم ويضع نظام عالمي جديد. هذا السيناريو اللي تدرسه كل مراكز الأبحاث الأمريكية، وأنا أؤمن بأنه سيناريو صحيح وحقيقي. وخلال أسبوعين إن شاء الله، أنا بقول الكلام مش لأخوفكم، لأن الحرب والتحديات فيها فرص. إحنا كنا زمان نسمع عن أغنياء الحرب في دول تزدهر في الحروب، إحنا مؤسستنا تخطط الآن لازدهار في هذه الفترة. كيف؟ من خلال تموضعنا الجديد، وين نركز، ما الخدمات اللي لازم نقدمها، كيف نغير أسلوب عملنا ليتفق مع ما هو قادم. هذا قرارات، وإحنا سنصدر التقرير لمصلحة الاقتصاد العربي ولمصلحة الحكومات العربية، كيف ممكن لنا أن نستفيد من هذه الحرب ومن هذه الأزمة الاقتصادية. تسمح لي سعادتك، أولا يسلمه الله يعطيك ألف عافية، كعادتك يعني كالعادة الكريمة تبعتك، شجاع دايركت وبتحكي الحق. الآن بدي أبلش من حيث انتهيت، كيف نعيد تموضوعنا إحنا؟ أنت هلأ اسمح لي على صراحتي شوي، هلأ إحنا عندنا مشكلة كبيرة بطالة، عندنا تحدي كبير. أيامكم كان في تحديات فيزيكال، لكن الآن المشكلة اللي بتواجه طلابنا وأبنائنا، وخصوصاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة اللي راح تغير زي ما تفضلت، راح تغير الوظائف، تركيبة الوظائف. كيف ممكن إحنا أولاً كطلاب كموظفين نعيد تموضعنا بحيث نواجه الثورة الصناعية الرابعة؟ هذا واحد. الشغل الثاني، كيف كجامعة شو بتحكي لنا اليوم كيف بدنا نتغير
زي ما شركتك هلا عم انت بتقولي انا عم بزدهر وعم بخطط للازدهار، كيف احنا ممكن نعيد تموضعنا كجامعات اردنيه ونقدر احنا نقابل الثوره الصناعيه الرابعه في عصر ثوره المعرفه؟ الميزه اللي انا برجع بعيد، انت في نعمه انا ما كنتش فيها ايام اللي كانت الظروف العمل اليدوي. العمل الرقمي متاح، احنا اكبر شركه ترجمه في الدنيا ما عندنا ولا مترجم، كل مترجمينا اونلاين، نرسل النص لغزه لبيروت للقاهره للسعوديه وبيأتينا الترجمه. عندنا فقط ريفيورز بيراجعوا الترجمه من ناحيه الكواليتي بس، نترجم كل يوم 10,000 صفحه كل يوم. هذا العمل كله يقوم فيه ناس اونلاين. في عصر المعرفة العمل كله ممكن أن تقوم فيه أونلاين، أنت تستطيع أن تؤدي عمل ودخل وأنت قاعد في البيت، لم يعد الوضع محصور بأنك تدور على وظيفة. بعدين ما هالنقطة اللي أنا بدي أقول، إحنا كجامعات يجب أن ندرك أنه دورنا ما نخرج واحد يحمل شهادة ونقول هذا متعلم، كيف نخرج واحد يصنع مشروع ومن هذا المشروع يوظف الناس. هذا التمركز اللي بدنا نفكر. عشان هيك صار التغيير وصارت كلية طلال أبو غزالة للابتكار والعيادة. إحنا لا نخرج بامتحان، نخرج باختراع. بمشروع. اللي بده يتخرج بده يقدم مشروع. هذا ما نحتاجه في أمتنا. طيب ساعتك بدناك بس نسمع الشباب والصبايا. أنا في عندي كثير شغلات ممكن نحكي أنا وياك، لكن إذا ممكن نسمع، لأنه إحنا هلا يوجد بتتغير مواعيد المحاضرة. نعم. المجال مفتوح إذا في حد حاب يسأل سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة. تفضل. بالبداية دكتور يعني مش عارف قديش عملت عصر ذهني حتى أطلع قدام حضرتكم بسؤالي لمقامكم، ولكن أول عندي سؤالين. الأول بما إنه حضرتك يعني رائد في مجال التكنولوجيا، ليش حضرتكم بعيدين شو عن السوشيال ميديا بما إنه سؤال التكنولوجيا؟ ليش؟ حضرتكم بعيدين عن وسائل التواصل الاجتماعي. عن الدور الاجتماعي؟ وسائل التواصل ايه شو المشكلة؟ انا بدي اعرف ليش حضرتكم بعيدين، يعني ليش هو يعني كشخصية؟ لا انا شخصيا ليش مش سؤالك بتزل. يعني سؤالك اول مرة حدا بيسألني اياه بس في مكانه. سؤال ثاني، يعني كلية حضرتكم بتخرج حكيت باختراع، بباقي الجامعات الأردنية شو بتشوف حضرتك الفجوة بين مشاريع التخرج والتطبيق لها؟ شكرا. بالنسبة للوسائط الاجتماعية قيمة، أنا مؤسستي هي القيمة، وعندي كل الوسائط الاجتماعية اللي بدك إياها موجودة، ولكن باسم المؤسسة، والمؤسسة اسمها طلال أبو غزالة. بس كل الوزراء تبعونا على تويتر شايفين لك يوم من الأيام. والله هم أنا 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 شخصيا لا أرى أنه أي شخص مسؤول، بما بداية بترامب يقوم عن التويتر ويقعد يشتغل. طيب سؤال ثاني. دكتورة ختام الزغول مديرة مكتب صندوق الملك عبد الله للتنمية عندنا في الجامعة الأردنية. تفضلي دكتورة. يعطيك العافية. احنا عندنا شراكة معكم قوية. طبعا اكيد بتشرف فيها. أول شيء بدي أحييك سعادتك لأنك أعطيت قصة كيف ممكن ننجح بدون عملية التطبيق، يعني اللي أشارت له ابنتك أنك أنت استطعت انك تحقق كل هذه النجاحات بدون انك تجلس على نفس الطاوله مع الكيان الصهيوني ولا حدا منهم. فهاي رساله برضه لكلنا، يعني حتى سواء كان باحثين او كذا، انك تستطيع تصنع نجاح بدون ما انك تطبع مع الكيان الصهيوني. بس السؤال اللي انا بدي اوجه لك اياه حضرتك، هل احد اهم اسباب نجاح طلال ابو غزالة مؤسسته الخاصه، هل يمكن صناعة النجاح حسب فكرة التنميم في مؤسسات حكومية؟ كيف يمكن صناعة النجاح في مؤسسة حكومية يرأسها والقوانين أو التعليمات تأتي من فوق وأحيانا تكون أكبر منك، أحيانا هناك ضغوط اجتماعية، كيف يمكن؟ هل يمكن حقيقة من صناعة النجاح؟ شكرا. خليني أول نقطة، أنت استفزتيني بإني أحكي شيء. أنا ترأست عدة مناصب في الأمم المتحدة كرئيس فريق أو رئيس مجلس أو رئيس شبكة، ترأست مناصب كثيرة، وعلى منصة الأمم المتحدة كنت أول ما أجلس أقرأ وين مكتوب
ما يسمى إسرائيل، وأدرس وجوه اللي قاعدين، لأنه عارف بعد ما ترفع الجلسة رح يجي يسلموا علي مشان يقولوا إنه في تطبيع وفي علاقات مع طلال أبو غزالة. كيف أخرج من المأزق؟ عندما ترفع الجلسة أوقف وأحط إيدي بجيبتي، يأتيني هذا اللي أنا مراقب وجهه بمد لي إيده، بقول له يسر، بقول لي I want to shake your hand، بقول له How can I shake your hand? My hand is in my pocket. بقول لي Why don't you take it out of your pocket? بقول له Why don't you put your hand in your pocket? You're exercising your privilege of extending your hand. I'm exercising the privilege of putting my hand in my pocket. Everyone has his own choice. يسحب حاله ويمشي. لم أسلم على واحد، الحمد لله لا أريد السلام عليه. أنا السؤال، استطعت في كل المؤتمرات والمناسبات أن أبقى؟ هذا طبعا لا ينطبق على المسؤولين، المسؤولين وخصوصا في دول لها وضع مثل الأردن مثل مصر، بالعكس أنا أشفق وأتعاطف مع المسؤولين الذين مضطرين أن يتعاطوا مع العدو لمصلحتي ولمصلحة المجتمع ولمصلحة أبنائي، هذا موضوع آخر. أما أنا ما عندي إلزام أن أتعامل معه، من هو ملزم أنا بفهم ظروفه وأحترمه وأقدره. فيما يخص الإبداع، الإبداع ما حدش قال إنه هو فقط في الشغل في البزنس. أغلب الاختراعات في أمريكا جاءت من مراكز الأبحاث العسكرية بما فيها الإنترنت. إحنا بدنا نبدع ثقافة الإبداع. أول نعلم الناس الإبداع، وياريتنا نقتدي بما يقوم به مثلا محمد بن راشد في دبي. شو قال محمد بن راشد؟ قال اقتربت، في أحد تصريحاته اقتربت نهاية السنة وسنبدأ في إعداد حفلات الوداع لأي مسؤول في الدولة لم يخترع في مجال مسؤوليته. ما قالش عن القطاع الخاص، الموظفين الدولة، مسؤول المرور، مسؤول الجمارك، مسؤول الضرائب، مسؤول التعليم، شو اخترعت لتحسن عملك؟ الابتكار ليس حكرا على القطاع الخاص بل على الدولة. ومع الأسف وإحنا هنا لأنه بنحب هذا البلد بنحب نكون صادقين، هذا غالب في دولتنا في الأردن، الموضوع الابتكار الحكومي. تظن الحكومة أن دورها وموظفينها هو تسيير الأعمال وفقط، تسيير شؤون الدولة، وهذا مهم بس مش فقط. كل مسؤول في أي نشاط يستطيع أن يطور في عمله، هذا يسمى ابتكار. الابتكار مش أن أخترع شيء جديد يشبه الطيارة أو يشبه السيارة، لا، الابتكار هو أي تطوير في أي شيء موجود يجعل منه منتجا أو خدمة أفضل. هذا هو جوجل يا جماعة. جوجل شو هي؟ جوجل اللي هي أصبحت قيمتها 1 تريليون، تريليون يعني 1000 مليار. جوجل هي ابتكار كمبيوتر بروجرام، ما في لا مواد ولا رأس مال أصلا، ما حدا بيعرف وين عنوانها لجوجل، ما في جوجل. جوجل بالفضاء هي برنامج عمل بيشتغلوا فيه كل اللي موجودين في الدنيا. هذا ابتكار، هذا ما نقصد بالابتكار، والابتكار في الدولة ضروري، ولكن يجب أن نخلقه كثقافة أولا. أنك يا وزير، أنك يا وكيل، أنك يا رئيس دائرة، أنك يا موظف، عليك أن تبدع في تطوير عملك. إحنا عندنا في المؤسسة نفس الشيء، إحنا نكرم ونشجع ونرقي من يطور إجراءاتنا الداخلية. لذلك إحنا دائما في سابقين منافسينا، لأنه عندنا عملية تطوير مستمرة. وبنقول إحنا الموتو تبعنا، شعارنا We work harder to stay first، علينا أن نعمل بجد أكبر لنبقى في المقدمة. هذا العمل يجب أن يكون، هذه الثقافة يجب أن تكون في الدولة. دكتورة، لا آخر سؤال بس. الدكتورة عبيد دباري مدير طوارئهم. أحسن دكتورة رئيس الجامعة زملاء الأفاضل، اسمحوا لي أن أتقدم تحية.
من قلبي وانا اكيده من قلب كل اولادنا وبناتنا في الجامعه الاردنيه وزملاء وزميلات في سعاده الدكتور طلال ابو غزاله في الجامعه الاردنيه. والحقيقه شراكتنا مع الدكتور طلال ابو غزاله في الجامعه الاردنيه قديمه وتاريخيه ونفخر فيها ونحن كذلك بالضروره. وسيدي يعني اليوم نحتفل كما نحتفل بك دائما وبفكرك وبانجازاتك نحتفل بك كاردنيين وكاردنيات الحقيقه بمواقع السياسيه العظيمه المشرفه للشعوب العربيه اللي اليوم حقيقه تعيش في ظروف ليست سهله. بحب كثير اني اسمع من سعادتك قراءه سريعه بالتحديات الستركتشرال اليوم في المنطقه العربيه. يعني انا اؤمن انا ما درستك تماما اؤمن بان السعاده قرار واؤمن بان النجاح قرار ولا يعيش ولا يحقق الا من لا يرى سواه الحقيقه. لكن مع ذلك للاسف يعني بدا يتغلغل الى قلوبنا وعقولنا الاحساس بالخوف لانه احساسنا بالتحديات الحقيقه لم يعد احساس يعني فردي او على مستوى مايكرو. اليوم هذه الأحاسيس أصبحت مرتبطة بواقع ملموس على مستوى ماكرو. اليوم تحدياتنا الطاقة، المياه، الشباب، المرأة كثيرة. وبعرف إنها كثيرة وكبيرة ومثلك يعني كما تحدثت أؤمن إنه لها حل. لكن ما هي القراءة خلينا نحكي الإيجابية لكل هذا وما هي آليات الخروج مما نعيشه اليوم؟ وبالذات في ظل مرورنا الآن في مرحلة يعني خليني أحكي مش انغلاق في فرصة سياسية لكن في وقت أصعب وضيق. يعني يمكن نحكي عن الخمسينات والأربعينات والستينات خلينا نحكي الخمسينات بدايتها يمكن أكثر كانت يعني كان في يعني opening the political opportunity structure وهذا حقيقة إيجابي على كل ويؤثر إيجابيا على كل أشكال الحركات السياسية والاجتماعية مما ينعكس على الاقتصاد حتى لو كان متواضعا في ادواته لانه السياسه اقتصادي والاقتصاد سياسي نعمل ذلك. هذا اولا. وثانيا في هذه المرحله السياسيه الهامه في المنطقه العربيه كيف ترى دور الاردن في اعاده الاعمار في المنطقه؟ فهذا سؤالين اذا ما بكون بثقل عليكم ربنا شاكر ساعتك. أنا أستند بالمنطقة طلال أبو غزاله من المطار على الندوة حول العلاقة الأردنية العراقية. العراق ما إحنا يمكن ما أظن أننا نقدر حقيقة كم يستطيع دورنا وعلاقتنا مع العراق أن يبني اقتصاد الأردن في كل المجالات. وأنا انتخبت من أسبوع رئيس لفخري لجمعية الأردنية العراقية وأضع الآن برامج لشراكات حقيقية بين العراق والأردن مش اتفاقيات لأنه أنا مع الأسف نظرتي تختلف عن الاتفاق. الاتفاق هو إطار للتفاهم والمحبة والإعلام بس أنا كبزنس مان بدي البوتوم لاين شو صار على الأرض. اللي بيصير على الأرض إحنا اللي بدنا نعمله مش الحكومات. حكومات توضع أطر. المؤلم إنه إحنا بالوطن الأردني بنفكر إنه راح واجتمع الوزير واتفقوا ووقعوا وانتهت العملية. لا ما انتهت ولا راح يصير شيء إلا إذا أنت استفدت من هذا الإطار لتعمل منجزات. فمثلا أنا برنامجي عملي في هذا المشروع مع العلاقة العراقية هو أن ننشئ شراكات قطاعية. يعني بدي أعمل اتفاقية بين البنوك العراقية والبنوك الأردنية كيف تشتغل مع بعض. الجامعات الأردنية والجامعات العراقية في فريق آخر كيف نتعاون في مجال التعليم وهكذا. بهاي الطريقة بننفذ ما تم الاتفاق عليه. أنما الحكومة بتقول لك تعاون واتفاق وإحنا بلد واحد وإخوة وما في مشكلة طيب بس التنفيذ علينا. فإذا نحن في موضوع العلاقة والإعمار في سوريا وأنا أيضا ومعي هنا الدكتور يوسف منصور زميلي وأخي في مشروع الإعمار في سوريا ونعمل لكيف نساعد في هذا المجال. لو ركزنا على هذول البلدين فقط علما بأنه في اليمن وفي ليبيا وفي دول أخرى كلها بس هذول البلدين الجوار
لو ركزنا عليهم كحكومة، والله أهم من كل ما تقوم به الحكومة حالياً بكل المجالات، في مجال التوظيف، في مجال تشغيل مؤسساتنا من تعليم، من إعمار، من مقاولين، من مهندسين، من أطباء، من كل شيء. لو وضعنا خطط عملية للدور في عملية الإعمار اللي تخدم البلدين سوريا والأردن والعراق والأردن، وإحنا شغالين على هذا الخط، على هذا الخطين كمجموعة، ولنا برامج على الخطين مع الدولة العراقية والدولة السورية، ننقذ الاقتصاد الأردني. الاقتصاد الأردني من راح ينقذه؟ البنك الدولي. الاقتصاد الأردني مع الأسف سيدمر البنك الدولي. أنت ما عندما تقترض من البنك الدولي أنت عم بتزيد دين وعم بتزيد عجز الموازنة، لأنه في فائدة بالإضافة إلى ما سيفرض عليك البنك الدولي من قيود. ما في اتفاقية، الاتفاقية مش اتفاقية قرض، وأنا أستاذنا يوسف منصور صححني، اتفاقية البنك الدولي مش اتفاقية والله بعطيك قرض بنسبة كذا وشكرا، لا، فيها إصلاح والإصلاح رح يكلف، فيها إجراءات والإجراءات رح تكلف، في عمل شروط طويلة عريضة. أنا بزعل لما أي دولة عربية بتقترض، لو ما تقترض وتضل جوعانة أحسن والله. حتى نشوف الدول اللي عليها القيود، خذ إيران يا أخي، إيران محاصرة محرومة من المساعدات، سوريا قبل الحرب كانت عليها عقوبات أمريكية وعقوبات، الدولة الوحيدة اللي ما كانش عندها قرض بدولار واحد، وما كانش عندها عجز في ميزانيتها بدولار واحد، وما كانش في واحد عاطل عن العمل بدون راتب. يعني حتى العائلات التي ليس لها معين، والدولة الوحيدة في العالم التي كانت التعليم فيها مش مجاني، إلزامي، إذا ما علمت ابنك بتروح على السجن. مش كتير سعادة إنه ناخد قروض. أنا بقول لو نركز، مع المؤسف في الموضوع إنه هذا الموضوع يحتاج إلى جهد وأثر ويأتي السنة الجاية، بينما الحكومات بتفكر السنة أنا شو بدي أعمل، لأنه السنة الجاية مش شغلك، في حكومة تانية الجاية. هذا مشكلة رئيسية في التفكير الحكومي مع الأسف. هذا وضعنا. فإذا في هذا المجال أنا بقول لو ركزنا بخطط عملية، مش اتفاقيات حكومية، اتفاقات حكومية على رأسي والحكومة على رأسي، وأنا خدام عند الحكومة وأنا تحت أمر الحكومة وبركة على الحكومة، بس أنا اللي بقدر أعمله أكتر كتير من الحكومة. الحكومة لا تستطيع أن تعمل إلا اتفاقيات مضرة للاقتصاد، بأن أخذ قرض أو نأخذ مشروع اتفاق سياسي. فيما يخص السؤال الأول، إحنا نريد أن نقول أن بداية أي عمل يجب أن تكون قناعة بأنه هنالك رغبة بأن نشتغل. مشكلتنا في أمتنا العربية إنه إحنا لا نخطط، نرجع لموضوعنا دكتورنا ورئيسنا، لا نخطط للمستقبل، نأخذ الأمور عندما تأتي وليس preemptively. إحنا في مفهومنا أن الآن بحاجة بهذا الوطن اللي بنحبه كنا، ولذلك نصدق في انتقاده، صديقك من صدقك، نقول أننا نحتاج إلى مركز، وربما أن نتعاون في هذا مع الجامعة الأردنية لنكون منبر تنوير بما يمكن عمله مستقبلا لإنقاذ الاقتصاد الأردني اللي عم بنعمل الآن، ولا شيء منه يؤدي إلى الإنقاذ في المستقبل، ولا شيء. وأنا بسؤول عن كلامي، ليس هنالك إجراء واحد اتخذت الحكومات يؤدي إلى إخراج المأزق من مكانه. تسمح لي. شكرا سعادة الدكتور. يعني والله هي قصة المركز علي، ترى هذا نعتبره واحد، يعني أنا بتشرف إن أكون أربط اسمي معكم. بس أوكي. بتحب البروبوزل مكتوب إحنا ولا؟ مثل ما. دكتور منصور ممكن تقود العملية؟ مع الدكتور يوسف منصور معنا. دكتور أستاذ منصور. مستعد الأردنيين تضيف دائم علينا، فأهلا وسهلا معنا. أنا خلاص
حي الدكتور وسعادتك. شكرا سعادتك، يعني الحديث معك له شجون ويطول، لكن احنا مدركين وقتك، مدركين وقت ال. واذا كان بس في هذا البند خلينا نتفق على الهدف اللي هو هدف الجامعه اللي هو التنوير. احنا نريد ان نخلص منبر التنوير الاقتصادي. نعم دكتور، ليش ما يكون مركز دراسات استقباليه؟ ليش ما يكون مركز دراسات استقباليه؟ يعني هذا هو ان شاء الله. احنا كارثة في الوطن العربي، ما فيش الا حتى تخصص دراسات مستقبليه. هذا هو، هذا اللي بنحكي عنه. مش موجود في الوطن العربي للاسف. ما فيش موجود الا غير جامعه الخويني، بكالوريوس ماجستير دكتوراه، والجامعه العلميه فقط. انا ما بعمل مش دراسات، انا بديش اعمل مركز دراسات. ما بد راح نتناقش. موجود مراكز دراسات. لا لا لا، بس مركز دراسات مستقبليه نخطط ونتربى بالمستقبل. إذا إذا أنا أؤمن بأن دراسة المستقبل هي في صنعه. أفضل طريقة the best way to shape the future, to predict the future. أنت بدك تصنع المستقبل بهالطريقة بترقص من الاستراتيجية. أنا بدي أوصل هاي الفكرة اللي هي نفسها. نعم. إحنا مش قادرين الآن، الماضي صار وانتهى. نعم. الحاضر إيقاعاته دائمة ومستمرة، لا نستطيع أن نتحكم فيه. على الأقل المستقبل. شكرا. مرة ثانية شكرا لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله على إناراته اليوم، شرفنا فيها. نشكر عطوفة الرئيس على حضوره. دكتورة هديل شكرا لك لأنك نظمت هيك لقاء رائع. الأستاذ عمدانا عميد الأعمال، الأستاذ الدكتور فايز حداد، الدكتور عميد البحث العلمي، دكاترتنا عمدائنا مدراء المراكز، شكرا لك. طلابنا طبعا دائما شكرا لهم. وإذا سمحتوا لي بس شغلتين أخيرات، إذا بتكرم عطوفي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكريم سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، وبعدين في صورة جماعية. فبعدين في صورة جماعية أتمنى إن على باب الجامعة، فشكرا لك. العافية، هاي بوابة الجامعة مشان يعني أي وقت يعني تكون مفتوحة إن شاء الله. شرف لي أن أكون أحد طلابكم.